ولو لقيت دواء سيف افكتيف ذيس از ذا ايديا. تمام؟ عشان كده لازم اختار الانديكيشن الصح اللي انا هستخدم فيه الانتيبيوتيك. زي ما انتم عارفين الانديكيشن سهل قوي انها تحصل. يبقى مش اكتف انتيبيوتيك في اي حاله، كل حاله ليها انتيبيوتيك بتاعتها. اوكي؟ تاني حاجه امتى بتيجي؟ في حاجه اسمها امبيريكال، في حاجه اسمها كلتشر بيز. لما بيجي لي انفكشن سيريس انفكشن، في انفكشنز معينه مش اي انفكشن بعمله كلتشر طبعا، لكن مثلا عندنا في التشست حاله مثلا كان هوسبيتال اكوايرد انفكشن او هوسبيتال اكوايرد نيمونيا، بديها بديلها امبيريكال انتيبيوتكس اللي انا بفكر ممكن يكون الاورجانيزم ده موجود او في الاي سي يو بتاعتي او في المستشفى بتاعتي. المفروض الانفكشن كنترول بيطلعوني كل ثلاث شهور كده هو ليست بتقول لي انت الكومن اورجانيزمز عندك 1 2 3 4. يبقى لازم انا لما ابتدي امبيريكال انتيبيوتيك ابتدي حاجات تغطي الحاجات دي واسحب كالشر، اسحب كالشر الاول بعدين ابتدي امبيريكال انتيبيوتيك. ولما اطلع كالشر بعد 3 4 ايام اعمل موديفيكيشن للانتيبيوتيكس دي ايه اكوردنج. الدوسج مهمه جدا، لو استخدمت دوسج قليله تبقى ايه افكتيف، لو دوسج عاليه تعمل ايه توكسيسيتي. يبقى لازم تستخدم ابروبريت دوسنج. برضه بيعتمد على العيان نفسه، هل ده اميونو كومبتنت ولا اميونو كومبرومايز. اميونو كومبرومايز تتوقع فيه تبقى الاورجانيزم مور ايه اجريسيف. والانس اوف تريتمنت، وهل استخدم في الحاله دي مونو ثيرابي ولا كومبينيشن اوف ثيرابي. ولازم انا كفيزيشن ابقى عارف كل حاجه عن الدراج قبل ما اكتبه. لو تلاحظوا في اي ليك بتاع الدواء يقول لك الريكومند دوز من كذا او اكورد تو ذا فيزيشنز ريكومنديشن. لازم تبقى انت عارف كل حاجه، الدواء ده الابسوربشن بتاعه عامل ازاي، اكسكريتي عن طريق اليورين ولا عن طريق الكدني ولا عن طريق ايه بالظبط. ولازم ابقى عارف كل الكلام ده قبل ما اكتب اي دواء. التشويس اوف انتي بيوتكس تعتمد على دراج فاكتورز زي ما احنا قلنا وهوست فاكتورز. الدراج فاكتورز لازم ابقى عارف السبيكترم بتاعي ايه، الانتي بيوتكس ده بيغطي ايه بالظبط، جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا روت ولا افكتور ولا ايه بالظبط. ولازم ابقى عارف حاجه اسمها الام اي سي. حد عارف يعني ايه الام اي سي؟ الام اي سي دي اللي هي مينيمال انهبيتري كونسنتريشن، يعني اقل دواء اقل كونسنتريشن يكون موجود في السيرم يبقى افكتيف يموت الاورجانيزم نفسه. تمام؟ لازم يبقى الكونسنتريشن اللي انا بديه للدواء، يعني مثلا بدي مثلا سي تبارك 500 للعيان، بس تبارك 500 للعيان لازم يكون 500 دول يحققوا لي كونسنتريشن في السيرم اعلى من الام اي سي. مثلا سي الام اي سي بتاعه 20، لازم ال 500 دول يعملوا لي 40 او 50 او 30 ابقى 20، لان اي ديوريشن هيقل فيها كونسنتريشن عن 20 مش هيبقى افكتيف. يبقى انا عندي بيريود اول اوفر ذا داي بتبقى نوت كفر ذا اورجانيزم، وبالتالي الفتره دي ممكن جدا يكون فيها ريزيستنس لايه؟ للدواء. لازم برضو اعرف الكونسنتريشن بتاع الانتي بيوتيك في التارجت تيشو بتاعي، يعني انا مثلا دكتور جلديه هختار الانتي بيوتيك اللي بيكونسنتريت في السكين، انا دكتور صدريه يبقى كونسنتريت في الريسبيرتوري سكريشنز، دي تبقى احسن لي من حاجه ثانيه. ولازم ابقى عارف البوسيبيلتي اوف ديفلوبمنت ريزيستنس والفارماكوماتيك بتاع كل ايه الدواء. بالنسبه للبوست فاكتورز ده اهم حاجه زي ما قلت لكم اعرف ده اميونو كومبتنت ولا اميونو كومبرومايز. وحاجه مهمه جدا الجينيتك فاكتورز، عارفين الناس اللي عندهم جي 6 بي دي جلوكوز فوسفيت ديفيشنسي، في سيرتن انتي بايوتكس ما ينفعش اكتبها زي السلفا زي الكلوروكسيكوم. برضه لازم بعرف البيشنت اللي عندي بريجننت ولا لا، لاكتيتنج ولا لا، عندها الرجي او عنده الرجي ولا لا. دي حاجه انا بعملها في الكلينيكال لاين بتاعتي، اي مريض بيدخل لي بساله سؤالين ثلاث اسئله اول ما يدخل لي، ده روتين لاي عيان فيميل وسؤال واحد لعيان ميل. خلاص؟ لو دخلت فيميل اول سؤال بسأله هي حامل ولا لا؟ ريجاردلس ذا ايج سواء كانت كبيره او صغيره، لان احنا عندنا الشعر بتاعنا معمم ما بتفرقش الايج عندنا. تمام؟ تاني حاجه بترضع ولا لا؟ تالت حاجه عندها الرجي من اي دراج ولا لا؟ ولو ميل يبقى الرجي بس مش هسأله انت حامل او بترضع. اوكي؟ طيب ايه فايدة سؤالي ان انا اسال عيان اللي قدامي عنده الرجي ولا لا؟ This is for your sake for the medical legal aspect. خلاص؟ انا هديكم مثالين، مثال دكتور جاله عيان خلاص؟ وراح العيان ده عنده مرض جامد جدا، فراح جاي الدكتور قال للحكيمه اديله انبوب بسكوبات. خلاص؟
فالعيان ده جاله انافلاكتيك شوك وضرب. عيان دكتور تاني جاله مريض عنده مغص فقال له انت عندك حساسيه من الباسكوبان؟ قال له لا ما عنديش. راح جاي مدهوله وضارب. الحاله الاولانيه دور اكيوز متهم يعني. الحاله الثانيه مرفيه. انت سالته وقال لك لا ما عنديش. خلاص؟ ده احنا عندنا الميديكال اسبكت في مصر مش عالي قوي، لكن في اي دوله بالذات الدول العربيه زي السعوديه او كده ممكن تحصل لك مشاكل كبيره جدا من حاجه زي كده. فعلم نفسك تسال العيان اللي قدامك ثلاث اسئله دول. بريجنسي لاكتيشن انرجي. الميس يوسف انتي بايوتكس طبعا بيقدم لنا مشاكل كتيره جدا. الانفكشن بتاعك ما لما انا استخدم انتي بايوتكس فايركسف انو نولج وانا مش عارف اسمها ايه ده غلط. لما استخدمها في البروبر دوزنج ده غلط. لما ابقى عيان محتاج سيرجري وانا زي مثلا عندنا لانج ابسس كبير جدا وانا اصر ان انا اديله انتي بايوتكس انا بضيع الانتي بايوتكس بتاعتي على الفاضي. او لكن باكتيولوجيكال ديت انا مش عامل كالشر عمال اديله انتي بايوتكس البريكل وانا مش معنديش كالشر تقول لي ده ولا الاورجانيزم ده ايه؟ ايه البيزس بقى اللي انا هستخدم هكتب عليه انتي بايوتكس؟ انا دكتور دلوقتي بقى لي عيان عايز اكتب له انتي بايوتكس هيعتمد على ايه؟ اول حاجه كلينيكال سيتويشن يعني العيان ده بيشتكي من ايه؟ ايه المشكله في الريسبيراتوري ولا رينال ولا يورولوجي ولا بطنه ولا ايه بالظبط ولا جي اي تي ولا ايه بالظبط؟ والمايكروبال انفورميشن طبعا الاورجانيزمز اللي موجوده في التشست غير في السكين غير في الجي اي تي غير في اليورين تراك غير في الجينيتال تراك كل اورجانيزم في كل تخصص ليه جروبس كده هو عارفها بيغطيها. والفارماكولوجي بتاع الدراج نفسه الابسوربشن بتاعه والاكسكيوشن بتاعه والابسوربشن. الفيلير اوف تريتمنت الفيلير اوف تريتمنت بتاعي ده بيبقى نتيجه انكوركت انديكيشن ان افكتيف انتي بايوتيك ان ادكوت ديوريشن اون دوزج وديفلوبمنت اوف ريزيستنس. دي اول مقدمه في الانتي بايوتكس. هنتكلم دلوقتي على الكلاسز اوف انتي بايوتكس. اوكي كلاس كلاس وهنتكلم على الحاجات اللي قلت لكم عليها فيها الانديكيشن والكونتر انديكيشن والسايد افكتس والممبرز بتاعت الكلاس دي في الماركت ايه وبكتبها في ايه واسميها ايه والدوزنج بتاعها ايه بسرعه. دي طبعا عندنا حوالي 13 او 14 جروب انتي بايوتكس. في حاجات منها مهمة في حاجات منها استخدامها قل جدا دلوقتي. زي ما قلت لكم هنتكلم عن ميكانيزم اكشن سبيكترم انديكيشن دوزنج ادفيرس افكتس اند كونتر انديكيشن. السلفر. السلفر دي زي ما احنا اتكلمنا في اول سلايد او ثاني سلايد ان هي سنسيتك مش انتي بايوتك. خلاص؟ اذا كيمو ثيرابيتيك ايجنت او انتي انفكتيف ايجنت مش انتي بايوتك. هو ديريفتيف من بار امينوبنزويك اسيد. عندنا بقى الكلاسيفيكيشن بتاعتها وهكلمكم على ارض الواقع. في حاجات منها اورال وابزوربابل يعني بتتاخد في البوك اقراص وتحصل لها ابزوربشن. في حاجات منها اورال ونون ابزوربابل ودي هستخدمها في حالات ايه؟ جي اي تي. وفي حاجات توبيك تمام؟ طيب امثله للاورال ابزوربابل ايه؟ حاجه زي السلفا السلفا دوكسين. السلفا دوكسين ده اسمه في السوق حد عارف؟ سلازوبايرين. سلازوبايرين ده بيستخدم في علاج ايه؟ الملاريا وفي علاج الروماتيك ارثرايتس والكلام ده كله. خلاص ده اورال ابزوربر انا محتاج اورال يتاخد يبقى ابزوربر. تاني حاجه سوري انا اسف السلفا دوكسين مش الاسترازوبارين السلفا سلازين هو الاسترازوبارين اللي هو اورال نون ابزوربر. اوكي ده بستخدمه في حالات الالسيكوايتس وطبعا الانفلاماتوري ديزيز السلفا. السلفا دوكسين والسلفيس وكازول دول بيستخدموا في علاج اليو جي اي والملاريا. انا مش عارف اساميهم ايه حاليا موجوده في السوق يمكن عشان بعدهم عن تخصصي ولكن هو استخدامه مش كبير مش كبير الصرف عامة يعني هو دراج واحد بس اللي بنستخدمه كتير ومغلوب عليه. التوبيكال ايجنتس اللي ملكوا راح للحروق او التجميل او الجلدية في عندنا برطمان كده لونه رصاصي ابيض او برطي ابيض اسمه درمازين. خلاص ده احسن حاجة للحروق جواه سيلفر سلفا دايسين اللي هو ايه عشان علاج الحروق. برضو لو اللي منكم راح اطفال او النيو بورن او النساء اول ما الطفل بيتولد بيحطوا له في عينه قطره اللي هي صوديوم سلفستامايد عشان بروفيلاكسيس من ايه؟ الكونجكتيفايتس. اوكي؟ في بقى بريباريشنز في السوق كتيره جدا زي الاستريبتوكين والاتروكين والكلام ده كله دي كلها حاجات ايه؟ انتي دايريال ايجنتس دي تفتكروا بيبقى فيها ايه؟ اورال نون ابزوربل صح؟ انا عايز اشتغل في الايه؟
الجي اي تي. على سبيل المثال والاسامي مش مهمه، انا مش حافظها، السالفا جوانيدين والساكسينال سالفا تايزول، بس دول في اغلب الادرال ايه بريبريشن بتبقى موجوده فيه. الميكانيزم اوف اكشن هو اكتيف ستاتيك. احنا عندنا في صوره هوريها لكم بعدين كده، هو ان الباس واي اوف بارامانوبنزويك اسيد بتتحول للداي هيدروفوليت سينسيز للداي هيدروفوليت، وبعد كده الريدكتيز تتحول لداي هيدروفوليت. فاكرين الموضوع ده ولا مش فاكرينه؟ يعني مش مهم قوي، ان هو بيحصل ريبليسمنت للبابا اللي هو بارامانوبنزويك اسيد الصلفه دي، فالجسم بياخد الصلفه على انها بابا، فبالتالي بيقلل السنس اوف فوليك اسيد في البكتيريا سيل وول، فبتبقى فالنربل لاي توكسيك ايجنتس كونتراكت. دي الميكانيزم بتاعه. عشان كده هو بكتيريا ستاتيك. اشهر صلفه موجود في السوق عندنا هو السكرين. خلاص؟ السكرين ده عباره عن ايه؟ عباره عن كومباينيشن من الصلفه ميثوكسازون والترايموسوبرين، بس خلي بالك لازم تكون الريشيو 5 ل 1. 5 صلفة ميثوكسازون لواحد ترايموسوبرين. عشان كده عندنا تو فورمولا ايه في السوق. السكرين بتاع شركة مارفيس، شركة لوكال ايجيبشن تبع الشركة القابضة للأدوية، شركة حكومة يعني. الأقراص بتاعتها 480. خلاص؟ السكرين دي اس ده بتاع شركة جي اس كي اللي هي جالاكسو، عاملين سموه سكرين دي اس. يعني دي اس دبل سترينث. دبل سترينث يعني الصلفة فيه 800 والترايموسوبرين 160. عشان كده ده اشهر انديكيشن للسكرين ده في ايه؟ في الفرنجايتس. لما يجي لي عيان عنده سور ثروت او فرنجايتس بقول له خد سكرين. سكرين بتبقى الدوز بتاعته ايه؟ قرص كل 12 ساعه، اوكي؟ لكن لو سكرين هقول له خد ايه؟ قرصين كل 12 ساعه. تمام؟ سعره تقريبا، انا طبعا انا المعلومات دي انا اشتغلت في الصيدليه في امتياز، ودي احسن فتره اتعلمت فيها الادويه في 2001، فانا معلوماتي عن الاسعار قديمه شويه. ده انا فاكر كان 6 جنيه 30 قرش. لو حد عايز معلومه ثانيه 7 جنيه. طيب يعني انا المهم ان انت قبل ما تكتب السكرين اهم حاجه تسال عيال ايه؟ ادرش بالظبط الصلفه والعيان اللي عنده حساسيه بالصلفه من العيان. دي حاجه مهمه، فلازم قبل ما اكتب سترين هو حاجه رخيصه وكل حاجه بيفكتن، بس اهم حاجه اساله عندك حساسيه بالصرفه ولا لا؟ لو قال لك حتى مش عارف احسن ما تكتبوش، لان السايد افكتس ما تقراش. ده اللي انا قلت لكم عليه اللي هو الفرع امينو في البريك اسيد. البابا بيتحول بالداي هايدرو كوليت سينسيز لداي هايدرو كوليت اسيد، وبعد كده بيتحول بريدكتيز لدي هايدرو كوليت. الصلفه بتشتغل هنا والترانسوبرين بيشتغل هنا، عشان كده ده الصلفه الوحيد اللي هو ايه؟ بكتيريا ستاتيك. الانديكيشنز انا قلت لكم اشهر انديكيشن ايه؟ كل الانديكيشن دي موجوده في الليفل بتاعت الاوفثالمولوجي. احنا قلنا القطره بتاعت الاطفال الدي اي ديز اللي احنا قلنا السرازوبايلين، اليو تي اي اللي هو السلفادوكسين، الملاريا اسمه سو كانسيدار، انا مش عارف الجزء ايه بالظبط، ممكن نرجع للزمايل التروبيكال. الريسبيرتوري تراكت انفكشن بصراحه احنا ما بنستخدموش خالص. الاوتاكس ميديا برضه ما اعتقدش انهم بيستخدموه. بس هو ممكن بقى يستخدم ايه في السالمونيلا؟ تايفويد. لو تفتكروا كده واحنا بنذاكر فارما زمان كان بيقول لك دراج اوف تشويس، فيرست دراج، سكند دراج، ثيرد دراج، فورث دراج. فالفيرست دراج كان حاليا هو سيكروتوكسين او كلورون. خلاص؟ يليه امبيسيلين جرير الصلفة لاخر حاجه الكلوروكويكول اللي احنا ما بنبطلوش خالص دلوقتي. والبيض زي ايه؟ قلنا الترمازين اللي هو سلفر. فالسايد افكتس زي ما من عيال ايه؟ الرجي. اهم حاجه لازم مثلا انا عن الرجي عشان الصلفه دي الاج بتاعها مش كويس خالص. المهم الدراج انتر اكشن بتاع عيال مثلا زي عيال روماتويد ماشي على ميستروكسيت، لازم اخلي بالي وانا بديله ايه؟ سيرتيلين. ده ممكن يعمل ديسبليسمنت للميستروكسيت للبايندنج بروتين بتاع في السيركيليشن ويعمل لي بون مارو ايه؟ ابريجا. خلاص؟ الجروب اوف بيشنس اللي انا ما اقدرش اكتب فيهم صلفه هم الانفنتس والانفنتس اقل من شهرين. بريجنس اند لاكتيشن ولينا انفنت. انا هقول لكم برضه على مشكله هتقابلكم وانتم بتتعاملوا مع عيالين اوت بيشنت. من اشهر حاجه هتجيلكم عيالين يو تي اي.
اللي هو عيان جاي عنده فريكوينسي فلكتيوريشن وبيرنينج فلكتيوريشن بس طفل. واحسن حاجه احنا بنكتبها اللي هي ايه؟ كيلونز بالذات ال الاوفلوكساسين والنوفلوكساسين. خلاص؟ طب احنا عارفين ان الكيلونز ما ينفعش اكتبها ايه؟ اقل من 18 سنه. فهتواجهني المشكله اكتب له ايه؟ من ضمن الحاجات اللي ممكن تتكتب في حالات اليو تي ار هو السبتمين. خلاص؟ ممكن طفل يعمل في منه شراب وفي منه اقراص وممكن يتاكل. تاني حاجه دي اهم واشهر جروب على مر العصور البيتا لاكتام انتي بايوتكس. البيتا لاكتام انتي بايوتكس دي يا جماعه دي جروب كبيره جدا بتنقسم لاربعه سب كلاس. اوكي؟ الكومن فيهم ان كلهم عندهم ايه؟ البيتا لاكتام رينج. كلهم عندهم الاستراكشر بتاعهم البيتا لاكتام رينج. تمام؟ وعشان كده هتلاقي ان هم عندهم كومن حاجات كومن وحاجات ديفرنت. خلاص؟ بس كلهم بيستخدموا بيتا لاكتام، عشان كده اللي عنده بيتا لاكتامينز هيأثر عليهم كلهم. عشان كده نونسنس ان انا اكد في كومباينيشن ثيرابي تو انتيبيوتكس من نفس الجروب. هتلاقوا هقول لكم الكلام ده هفكركم في الاخر ودي كومن ميستيك بنشوفها.